الله يرحمها ويوسع عنها، المرة الطيبة، المرة الحنونة، المرة المثالية، في قدناها نطلبوا لها الرحمة، وإن شاء الله ربي يصبر بنياتها ويصبر وليدها وبنياتها إن شاء الله كل عام وهما بخير في عيد المرأة، وربي إن شاء الله يغفر ذنوبها ويستر عليها. آمين. قول احكي لي عنها. كل هذه مرة مثالية. شوف هذه راها، شوف ما كانش يخدم هذا الخدمة. أنا في المسكينة نخدمها، هي راه قاعدة معنا هنا على الكرسي، وهي راه تخدم. هي راها تخدم مسكينة، ومرا كبيرة راها قديها كلها، هي تصنع وتخدم. قاولها راه ثلاث أيام وربعة هضرت معايا، قالت لي يا زوينة راني، قلت له واش راكي دايرة سرية؟ قالت لي راني نخدم. قلت لها بارك الله فيك، قلت إن شاء الله ربي يلمنا نهار في المعرض نزيدو نتلاقاو. هي تسكن في الباطون وأنا ما نقدرش نطلع لها، فبالتليفون. قالت لي راني كل يوم نطور ندير في صنعة جديدة. قلت الله ربي يوفقك إن شاء الله، قلت لها ويطول عمرك ويا أسفة. كنت شارك معاكم كل معانا ديما. آخر مرة شاركت معاكم؟ آخر مرة شاركنا في شهر التراب، هاي ما لحقتش فيه. وانا في الاول مارس، وين من مارس لهذا مارس ما شاركتش. سما العام اللي فات كانت معانا، انا وهنا ونتلاقوا مع بعضنا، نسجدوا مع بعضنا، باش ناكلوا مع بعضنا. اساسا امر ربي. ومش غير هي برك خطاتنا العام هذا، خطاتنا مرزاقه، خطاتنا هي، خطاتنا وحده يقولوا لها دليله، ولا ما عرفش اسمها، ما نعرفش المخلوقه اللي ربي يرحمها بزاف، الله يرحمها. وهذه وش اسمها؟ سوريا كاتيا، كاتيا واسمها سوريا، سوريا النقمة، مخلوفي مخلوفي سوريا، ربي يرحمها ويسعدها ان شاء الله، ربي صبرنا عليها وصبر في. امين يا ربي، امين يا ربي، بارك الله فيك.